أكد البرلمان العربي وقوفه مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية، ورفضه في هذا الصدد القرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الإقليمية عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة عضو مجلس الشورى دلال الزايد. مساء الخير أستاذة دلال. وفي البداية، يعني ما هي خلفية تبني البرلمان العربي قرار بإدانة التقارير المغلوطة والمسيئة التي تقوم بها بعض المنظمات الإقليمية والدولية ضد مملكة البحرين وبعض الدول العربية؟ بعد ما رصد طبعا البرلمان العربي العدد من التقارير الممنهجة والغير حيادية الصادرة من بعض الهيئات والمنظمات الدولية، واللي حقيقة وجدنا أنها تستهدف الدول العربية للضغط عليها والتدخل في الشأن الداخلي وكذلك في القرارات السيادية التي تتخذها أو تتدخل في اختيارها وتطبيقها لنظامها القانوني وأيضا المتعلق بالعدالة الجنائية. فتم طبعا اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مختصة لهذا القرض وأنا عضو فيها، وبدأت أول أعمالها بالأمس. واتخذنا آليتين مهمتين للبدء فيها، أولا بأن يتم مخاطبة تلك الهيئات والمنظمات وبيان أوجه المخالفات والمقالطات ونقل الواقع الحقيقي، وأيضا نطالبها بأن تلتزم وتحترم سيادة الدول وأن تعمل أيضا كهيئات أو منظمات في حدود نظامها الأساسي وطريقة عملها. الشق الثاني أن إحنا بيكون عندنا تدريب للبرلمانيين أيضا على كيفية التعاطي والرد على تلك الجهات، خاصة عند عرض التقارير وفي اللقاءات والجلسات التي يشارك فيها البرلمانيين أو الفرق الوطنية عند مناقشة تقرير الدول. نعم أستاذ دلال، كيف قرأتم إشادة البرلمان العربي بمتابعة جلالة الملك المفدى للجهود التي يبذلها البرلمان في مجال الدفاع عن المصالح العربية؟ والله كان يعني صراحة اليوم كنا جدا فخورين بأن تم عرض رسالة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه من ضمن أعمال الجلسة العامة، وإن فعلا كان لها يعني أثر إيجابي في نفوس يعني رئيس وأعضاء البرلمان العربي، وهم أساسا يعني يحملون لك كثير من المحبة والتقدير ويقدرون دائما المستوى الحقوقي والإنساني والتطور يعني على المستوى التشريعي في البحرين. وايضا يعني جلاله الملك يعني دوم متابع لانشطه في البرلمان العربي ومقدر لاعماله، وهذا يعطينا بعد انطباع ان هذا هو التلاقي المطلوب ما بين يعني الحكام وممثلي الشعب العربي بما يخدم مصالح يعني والامن القومي العربي. وكذلك يعني دكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان دائما يحرص ان يكون للبرلمان موقف ودور تجاه يعني البحرين ومساندتها. فطبعا هذا راح يكون دوم بعد حافز على دعمهم المستمر للبحرين وموقفهم الواضح تجاه رفض كل ما من شأنه انه يمس باستقرار وأمن البحرين. فيعني هذه الرسالة يمكن بعد حتى جلالة الملك من السباقين من الحكام اللي وجه هذه الرسالة للبرلمان العربي، وحتى لقينا أن توالت أيضا بعض الرسائل من الحكام يعني تقديرا لدور البرلمان في القضايا اللي تكون ماسة في الدول العربية. نعم، سعادة عضو مجلس الشورى دلال الزايد من القاهرة، شكرا جزيلا لك.